أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 19 من يونيو. هذا اليوم هو يوم القراءة. اليوم أصبحت عادة القراءة عريبة. إن اكتساب المعرفة ليس بأمر سهل، فلا يمكننا اكتسابها إلا من خلال القراءة. لذا فإن أهمية القراءة أمر يجب أن نعرفه منذ الصغر. اليوم أيضا هو يوم ذكر سيد بي أن بانيكر، الرجل العظيم الذي رحب شعب كيرلا إلى عالم القراءة الرائع من خلال شعاره اقرأ وانمو، فكر واكتسب الحكمة. وايتشوالرغا تشندتشا بيبيغم نيدوغا. كل كتاب هو عالم رائع من المعرفة، والقراءة هي الطريق للوصول إلى هذا العالم. القراءة تؤثر على أفكارنا وأذواقنا وأحلامنا، وهي تساعد أن نطور معرفتنا وتفقيرنا وقيمنا الأخلاقية. على الرغم من أننا نحصل اليوم على معرفة كثيرة من خلال الوسائل الجديدة، ولكن من هذه الوسائل لا يمكن الحصول على ذلك الشعور والمعرفة التي نحصل عليها من الكتب الجديدة. لذا فإن اليوم هو أفضل يوم للتعهد بإبقاء الكتب قريبة من صدرنا واختيار الكتب الجيدة وجعل القراءة عادة بمساعدة المعلمين. أتمنى للجميع يوم قراءة سعيد. السلام عليكم ورحمة الله.